السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين معاكم عند الملواني، الشارع السياحي كردازه، احلى عبايه واعلى تشكيل موجود معانا النهارده من عند الملواني. زي ما احنا عارفين هو ما شاء الله بينزل لتجار الجمله، لان احنا مصنع اصلا، فكل الشغل اللي موجود قدامنا ده موجود منه كميات ومقاسات زي ما انتم عايزين. الخامه الفسفوس، الخامه الكتان، والخامه المراسي، والقطن البيور، والخامه اللي احنا متعودين عليها من عند الملواني، فينش وسعر ومقاس وما شاء الله كمان يعني تشكيل. طيب يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله، ويا ريت مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس يعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات والفيديوهات الجديده. وهنبدا باول موديل معانا. احنا النهارده هنبدا بموديلات الفسفوس. ده اسمه ايه؟ هو عموما فسفوس فراشه. تمام، فراشه يعني هي على الوسع بتاعها كده يا صح؟ بصوا هي بقى ما شاء الله يعني تلبس معانا دي لغايه 150 160 كيلو ما شاء الله مستريح. بصي هي واخده كلها منقوشه كده، منها فيها الخامه والكم بتاعها، طبعا هتلاقيه هنا تلتين كم، حاجه محترمه جدا مقفوله من على الصدر، يعني لو قاعده كده في وسط ناس هي حلوه برده ما شاء الله. طيب معانا اللون هنقول الاسود في الفوشيا، في البيج، يعني واخده ثلاث الوان اهو. الاورنج، ايوه ماشي، يبقى معانا اللون الاورنج. هنقول اللي في النص وانتوا طبعا شايفين، تعملي سكرين تقولي بالاسم. احنا قلنا دي فراشه، وعموما كل موديلات الفسفوس فسفوس مشطر على فكره، ما بيكشش يا جماعه، فسفوس قطن محترم جدا. بصوا كمان اللون الزهري ده قمر قوي، بسم الله ما شاء الله، تشكيلتهم حلوه وطويله معاكي، يعني طايله معاكي لغايه تحت، حلو قوي يعني. الله اللون ده حلو، اللون ده حلو قوي، بصوا الجمال، جميله دي جدا ما شاء الله. ده كده اخر لون فيها، في كمان البيتي بتاعها. طيب الموديل ده معانا بكام؟ 350. كل الفسفوس 350؟ تمام، احنا كده هنشوف موديلات الفسفوس. ده كان اول موديل معانا ب 350، والشحن متاح من اول كام قطعه؟ من اول اربع قطع، لكن زي ما احنا عارفين الكاردي من اول قطعه الشحن بتاعه. النهارده برضه عندنا تشكيل الكاردي حلوه، عجبني قوي، لبسته الفيديو اللي فات خطير، وخدت منه اللي انا كنت لابساه. بصوا الجمال خطير خطير خطير، شايف الشغل؟ بصي عامل ازاي من هنا، الحته بتاعت الجيرو دي مرتاحه قوي في اللبس، الكم معاكي هنا ملموم باستك، كم مستريح جاي معاكي كده على يعني دبل كلوش، يعني مرتاح جدا، اكتر من دبل كلوش كمان، اكتر من الضعف. تمام، معاكي وش وظهر في شغل كده خطير وما بيكشش. انا بقول لك ما بيكشش لان انا واخده منه ما شاء الله ما عملش حاجه، يعني حلو جدا. معانا اللون الجنزيري ده، معانا كمان اللون البترولي او الجينسي. ده اللي انا واخده، ده رصاصي مش جينسي، هو ده اللي انا واخده، جميل جدا بسم الله ما شاء الله، وفي تلبيسه حلو، طرحتك وكوتشي وشنطه وانزلي، وخفيف كده وسهل في الصيف في الغيار، حاجه قمر قوي. دي معانا برده 350 وان سايز. تمام، هتلبس معانا لغايه كام؟ هتلبس معانا لغايه 120. عايزه اقول لكم خطيره وتلبسها حلو قوي، وتلبس طبعا معاكي بقى المقاسات براحتك، انت قيسي وشوفي كل اللي انت عايزاه، هي مقاسها بيلبس لغايه 120. طبعا الحاجات الاوفر سايز نازله موضه، والحاجه لو هتجيبيها وهي على مقاسك فهي طبعا احلى واحلى. شايفه الفوشيا بتاعها؟ قمر ما شاء الله. قلنا عندنا شحن للكهرباء والمحافظات، والشحن من اول اربع قطع. اخر لون فيها اللون الاورنج، شايفه الاورنج بتاعها؟ قمر ما شاء الله. الالوان المبهجه دي الوان صيفي جدا، يعني انت الحاجات دي بتجيبها في الصيف وما بتعرفيش تجيبي الالوان دي في الشتاء خالص. طيب معايا بقى موديل تاني، الساعه هنقول اللي فات ده تايجر، ده تايجر ودي ساعه عشان فيها شكل عقرب الساعه كده هنا. تمام، درجه الاخضر بتاعتها قمر، بصي عامله ازاي، حلوه جدا، سبعه صغيره من على الصدر هنا، سهله معاكي كده، برده الكم هنا استك، الجيرو بتاعها محترم جدا، يعني مش هيضايق هنا خالص، هتبقي بتتحركي براحتك، ايدك ترفعي تنزلي في مرتاحه كده في الحركه، مش قافشه عليكي. تمام كده معانا منها اللون الاخضر، هي ثلاث الوان، اخضر واسود وزهري، معايا كمان الزهري الاسود، يا ربي الاسود بتاعها حلو قوي ما شاء الله. كمان معانا الزهري، بصوا الزهري بتاعها برده جميله بسم الله ما شاء الله. ده كان اخر لون فيها. عندنا النهارده تشكيله حلوه في الفسفوس، يعني ما شاء الله احنا لغايه دلوقتي موديلين ولا ثلاثه؟ ثلاثه. في كمان موديل معانا اهو، ده زي اللي انا لابساه. بصوا يا جماعه دي بقى كلها فيها شغل كده، وفي القماشه نفسها عايزه اقول لكم خطيره وفضفاضه في اللبس. بصوا الكم بتاعها عامل ازاي، مرتاحه، ممكن تلبسي برضو عليها طرحه وتنزلي، ممكن تقابلي بيها ضيوف الصيف جاي، تسافري بيها، تقعدي بيها في الشاليه، يعني هتلاقي نفسك
مش هتقولك لا، مش هتتكسفي منها لان هي ما شاء الله يعني شكلها هيديكي كل الاحتمالات. طيب معايا منها اللون الاسود، معانا كمان الزهري في البيج، الارضيه البيج اكتر من الزهري، يعني دي فواتح. تمام. هو الايه؟ البني. البني، بص البني في البيج برضو جميل جدا ما شاء الله، صراحة درجاتها حلوة، درجاتها كلها حلوة، سواء البيج في الزهري أو البيج في البني أو الأسود في البيج، خطيرة. نيجي بقى لدي، دي أنا أول مرة أشوفها، إحنا صورناها قبل كده أول مرة صح؟ دي لسه جديدة عجباني، دي مختلفة كده يعني ليها روح كده مختلفة، تدخل القلب بطريقة مختلفة بجد، أصلا واخدة شغل الفسفوز وفي نفس الوقت دريس، يعني هي نفس القصة من فوق، نفس الحتة بتاعة الجيلو دي، الخياطة اللي من هنا نازلة على دبل كروشي يمكن أكتر من دبل كمان، والكم في أخره هنا في أستك سبعة صغيرة من فوق، نفس القصة مع اختلاف القماشة، يعني إحنا معانا ثلاث موديلات أقمشة يعني فسفوز بس النقشة مختلفة. معانا دي، ركزوا في الألوان كويس قوي لأن هما كلهم منقوشين، ده كده واحد معانا. ايه لون رصاصي؟ رصاصي الغالب فيها رصاص، هنا جنزري ولا ايه؟ ماشي نقول على جنزري، اه يعني هنقول على جنزري لان هي فيها برضه جنزري كتير. بصوا الالوان حلوه، والالوان دي مناسبه قوي لو بنات عايزين يلبسوها، برضه مناسبه قوي وتظبطيها على مقاسها. نقول على بيج؟ لا دي جميله بقى، دي جميله، دي لونها حلوه قوي على فكره، هي كلها بيجات داخل فيها كده ايه، حته تاتش كده كشمير ولايق مع البيج، عارفين انتوا؟ لا خطيره. 350 كل الفسكوز اللي احنا عرضناه مع بعض دلوقتي يا جماعه ب 350، عشان لو في موديل عدى ما قلتش سعره اكيد نسيت، فكل الموديلات الفسكوز معانا 350، وده كان اخر لون فيها، مدي على فوشيا مع بيج مع درجات كتير قوي كده، زهري اخضر، يعني الوان مبهجه جدا، الوان الصيف زي ما احنا بنحبها. نبدا بقى ده ايه؟ دي مقاس 1 و2، دي فيها مقاسات اخر موديل 1 و2، والساعة برضه كان 1 و2. طيب موديل الساعة كان فيه مقاس 1 و2، والموديل الأخير ده فيه مقاس 1 و2، واحد هيلبس لغاية 90 صح كده زي الموديلات بتاعتنا، واثنين هيلبس لغاية 120. دلوقتي بقى تشكيلة الكارد دي الحلوة زي ما احنا متفقين ان الشكل من أول قطعة في الشغل ده. طيب بصوا بقى معانا أول حاجة ده مقفول والموديل بتاعه فراشة، يعني بياخد معاكي أي جسم، معاكي 120 130 150 160 170 شغال ما شاء الله معاكي، تلبيسه حلو قوي، بقى تلتين كم كده ما شاء الله، وطويل معاكي لغايه الارض وجاي بدوران من تحت زي ما احنا شايفين، بس طويل معاكي لغايه الارض ما تقلقيش. الخامه بتاعته خامه كتان مقفول من فوق، والزراير دي بتتفتح معاكي، مش شكل بس لا، الزراير دي بتتفتح وتتفتح كلها زي ما احنا شايفين، مقفول من فوق وان سايز زي ما قلنا، هيلبس معاكي لغايه المقاس ده. عايزين نقول بقى معانا منه كده اول لون، اللون البيج وخامته على كتان، معانا منه اللون الكيوي القمر ده، معانا منه اللون الجنسي كتير برضو بسم الله ما شاء الله. بصوا الحرف بتاع الكم هنا في حته جولد كده باينه هنا قوي عشان ده غامق. تمام الوانه كلها حلوه، حلو للخروج، حلو للناس الكبار كمان لو انت عايز تجيبوا لهم هديه وداخلين على العيد، فالحاجات دي مناسبه جدا، وبقول من دلوقتي علشان الوقت لو ضغط معاكم تبقوا جبتوا اللي انتوا عايزينه. طيب معايا منه اهو، بصوا يا جماعه مفتوح اهو، ما فتح لكم فوق عشان تشوفوا، بتفتح معاكي لغايه الحته. معانا اللون العنابي كمان، اخر لون فيه اللون الاسود، طبعا اللون الاسود ما شاء الله جميل، احلى الالوان، بصوا جميل ازاي، تحفه، خطير، خروج شغال، بيت شغال، استقبال شغال، مش هيقول لك لا في اي حاجه، وظفيه زي ما انت عايز. تمام ده كان اخر لون فيه، ده معانا بكام؟ ده كده معانا ب 450، وقلنا الشحن من اول قطعه. تمام عايزه تشكلي براحتك هنا، يعني تاخدي قطعه واحده بقى من عبايه مع ده، هو كده كده ده هيتشكل معاكي من قطعه واحده. طيب معايا ايه كمان؟ الكارد اللي عليا ده صح؟ هو بصوا يا جماعه ده فيه شغل كده حلو قوي، عامل زي الشغل الهندي بتاع الحاجات القمر دي، بصوا عامل ازاي؟ معاكي لغايه تحت وليك كده زي كورنيش من تحت هنا، هتلاقي دلوقتي موديلات مختلفه هتبقى جايه معاكي للارض، ده قصير شويه، هنشوف دلوقتي موديلات كتير. بصوا في شغل هنا كده خفيف. تمام دي هنا بتربطيه، ممكن تسيبيه مفتوح لو مش هيقفل عليكي، ممكن تسيبيه مفتوح، هو الموضه بتاعته مفتوح او مقفول، والوانه بقى صيفي جدا. انا معايا منه الاخضر، والاخضر فيه خطير بصراحه، معانا منه كمان اللون العنابي. بصوا يا جماعه الشغل شايفين عامل ازاي، شايفه القطعه عامله ازاي، حلوه قوي، ينفع معاكي، هتحطيه معاكي على اي حاجه على فكره، انا لابساه على عبايه، ممكن تلبسيه على ترنج كمان، ممكن تلبسيه على شميز وبنطلون، ممكن تلبسيه على دريس، فهو مش هيقول لك لا، شغال معاكي
على كل حاجه ما شاء الله. شايفه الجمال، جميل في اللبس وخطير، وفي المصايف برده شغال معاكي جدا. بصوا الاسود فيه، اسود حلو قوي بس ما شاء الله، مش عارفه انا حابه الاسود جدا. والالوان الصيفي بقى الكيوي، انا واخده منه كيوي حلو قوي، الموف بتاعه برده جميل جدا، البيبي بلو قمر، فهتلاقي كده في الوان الفوشيا، الوان صيفي بقى. بص الفوشيا فيه، الخامه على كتان، كل الشغل ده يا جماعه خاماته كتان. شايفه الشغل بسم الله ما شاء الله. الموديلات دي حصري عند الملواني، في طبعا اشكال كتير جدا بس الموديلات دي موديلات الملواني، موديلات معموله ليه مخصوص. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا مصنع بتاعنا، فاحنا كل الشغل ده موجود منه كميات خاصه لتجار الجمله واسعار خاصه جدا. الارقام موجوده قدامك على الشاشه للتواصل معاهم. وبالنسبه للعبايات الشحن من اول اربع قطع، وبالنسبه للكاردي الشحن من اول قطعه. شايفه الجمال ده، اللون الجينسي ده قمر بقى، ده بيمشي معاكي على كل الالوان، تلبسي اي حاجه على اي حاجه هيليق معاها، لان اللون ما شاء الله بياخد ويدي معاكي كده، بتحبيه تحسي ان انت هتلبسيه على كل حاجه. ده كان اخر لون فيه. ده بكام بقى؟ ده 500. ده معانا النهارده ب 500، جميل ومقاساته حلوه وموديلاته قمر. طيب هنشوف ايه تاني؟ الحروف. موديل الحروف ده شياكه، في عندنا موديل الحروف ده اثنين، في الارضيه بتاعت الحروف غامقه وفي الارضيه فاتحه. احنا معانا اول حاجه ده الارضيه الغامقه، عايزه اقول لكم ده طويل لغايه تحت، هقيس لكم واحد برده منه دلوقتي. شايفين؟ خطير جميل جدا بسم الله ما شاء الله، والكم بتاعه بيبقى لغايه هنا زي اللي عليا، كلهم طويل ما عدا المقفول الفراشه، ده بيبقى الكم بتاعه تلتين كم كده، تمام؟ معانا منه بقى اللون البيج، طبعا البيج بيزك معاكي بيليق على اي حاجه، الاسود الابيض البيج، الدرجات دي اساسي معاكي في كل الالوان. شايفه الجمال؟ خطير. ده ب 500 معانا، والارقام موجوده قدامك على الشاشه، والشحن من اول قطعه. معانا اللون الجنسي، ايوه. بصوا جميل ازاي؟ عايزه اقول لكم الوانه كلها جميله، الخامه طريه جدا، بارده جدا على الجسم، يعني لو لبستي حاجه قط تحتي ولبستيه مش بيبقى سخن او يشوك او خشن او الكلام ده خالص، بيبقى ناعم وطري على الجسم كده، حلو قوي، مش بيلزق على الجسم كده. طيب معايا منه اللون الابيض، العيد جاي، كل سنه وانتم طيبين، فالحقي هاتي كده واحد ابيض حلو قوي، صباح الخير الصبح وانتم بتعيدوا على بعض كده، عارفين؟ فتة ولحمه، خطير، البسي كده وانت عازمه اولادك وعازمه احفادك، خطير وقمر وشيك قوي ما شاء الله، الابيض فيه حلو قوي. ده معانا برده ب 500، قلنا الشحن من اول قطعه، وده اخر لون فيه، لا لسه فيه منه العنابي، صح؟ ايوه. طيب بصوا اللافندر فيه او الموف الفاتح، جميل ما شاء الله. معايا منه اللون العنابي كمان، اه عايزه اقول لكم الشغل ده مكمل معاكي لغايه تحت. شايفين؟ خطير 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 اهو، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. بقى اللون الاورنج وموديل القمر ده، تعالوا بصوا معايا كده، عايزه اقول لكم شايفين الشغل عامل ازاي؟ الشغل ده كله الوان تحسوها بتنور، بيضوي معاكي كده وانت لابسيه، خطير. الشريط ده معاكي مكمل معاكي لغايه تحت، ده طويل معاكي لغايه الارض، تمام؟ ده ما شاء الله طبعا الكم بتاعه الحرف كمان عليه شغل، هنشوفه دلوقتي في اللون الجينزي ده كده. على فكره بينزل وان سايز، بيلبس مقاسات كتير يعني. بصي الكم بتاعه اهو، شايفه التفاصيل؟ شايفه القطعه عامله ازاي؟ قطعه محترمه، قطعه حلوه، هديه راقيه، تلبيس حاجه كده شياكه، دلعي نفسك في العيد، انزلي كده صلي بيه الصبح، عيدي على حبايبك وهم جايين كده البسيه، يعني بصي غيري مودك، اوعي تسيبي حاجه تزعلك، احنا هنفرح نفسنا بنفسنا. بصي الجمال بقى، شايفه الابيض؟ طب شايفه الشريط ده على الابيض منور ازاي؟ خطير بسم الله ما شاء الله، بجد تحفه. الخامه كتان في كل الشغل اللي احنا عرضناه بالنسبه للكاردي يا جماعه، زي ما احنا شايفين بكل الوانه الخامه كتان. طيب معايا منه اللون الاكوا الكيوي كمان، بصوا خطير بسم الله ما شاء الله. تمام قلنا هيلبس معانا مقاسات حلوه، يعني انا قافلاه اهو، هيلبس معانا لغايه 120، عايزه تلبسيه اكتر هتلبسيه مفتوح هيبقى حلو برده معاكي، لان هو ما شاء الله حلو جدا في اللبس، ياخد ويدي يعني. معايا اللون العنابي كمان، ما شاء الله عايزه اقول لكم حلو قوي، ده كان اخر لون فيه، ده معانا ب 500 برده، كل شغل كاردي 500. طيب معايا بقى الموديل اللي عليا ده، اللي هو الحروف اللي ارضيته فاتحه، احنا شفنا اللي ارضيته غامقه، ده الارضيه الفاتحه زي ما احنا شايفين، هو الشريط مكمل معانا لغايه تحت وطويل لغايه تحت كمان. الكم بتاعنا هنا اهو نفس الشغل، كم واسع، عارفين انتوا حلو كده يعني، استقبال حلو قوي، انا عاجبني بصراحه. طيب انا لابسه منه لون البيج، كل الوانه تحفه،
هنشوف اول لون فيه، اللون الكيوي. شايفين الشغل عامل ازاي؟ خطير، بصكم تحفه، بسم الله ما شاء الله. ده كده اللون الكيوي. زي ما قلنا الخامات التانية يا جماعه، انت بتاخدي قطعه حلوه ومحترمه جدا في اللبس، ما شاء الله هتهدي بيها جميله، هتلبسيها احلى واحلى. بصي الابيض ارضيه فاتحه وهو لونه ابيض وهو بس فيه جولد، يعني البسي اي لون تحسيه، مش هيقول لك لا، هيليق على اي حاجه وراقي جدا. يعني التصميم ده في الموديل ده راقي جدا في اللون ده اصلا. طيب ده كان اخر لون فيه، لا لسه معانا لون تاني، مش عارفه ليه عايزه بحس انه كويس. بصوا العنابي بتاعه قمر قوي برده، جميل قوي، بسم الله ما شاء الله. الكاردي ده الالوان بتاعته حلوه، الالوان الفواقع اللي هي زي الفوشيا، مش فواتح وبس، زي الفوشيا والاخضر والفسفوري او الكيوي، وبصراحه الوانه كلها تحفه، والاخضر الالوان دي حلوه قوي في اللبس. ده اللون الجينزي فيه. اخر لون بقى يا عمرو صح؟ اخر لون. تمام، هنبدا بقى شغل العبايات بتاعنا. زي ما قلنا ده كده معانا 500 والشحن من اول قطعه. ابرار، ده موديل اسمه ابرار، علشان لو مش هتعرفي تعملي سكرين هتقولي الاسم ابرار. عايزه اقول لكم بقى هو من فوق هنا سبعه، وتحسوا التطريز جاي كمان على شكل السبعه، يعني بصوا كده باين في التصوير. طيب بصوا كمان عامل ازاي ما شاء الله. في بقى طبعا خياطه هنا، ومعاكي حزام موسعه وضيقي زي ما انت عايز. انا بحب الموديل اللي بيبقى بحزام جدا عشان تبقى براحتي فيه. الشغل كله جاي من على الكتف وطرف الكم كمان، يعني يعتبر ان الكم كله عليه شغل بالصدر، الجزء ده لما بتبقي لابساه عليه شغل من فوق بيبقى حلو قوي. معانا منها الاسود طبعا، مقاساتنا 1 و2. تمام، مقاساتنا 1 و2، واحد هيلبس لغايه 90 واثنين هيلبس لغايه 120. عايزه اقول لكم بقى المقاسات اللي احنا بنقولها مقاساتنا حقيقيه، يعني لما احنا نقول هيلبسك لغايه 90 كيلو هيلبسك، هيلبسك لغايه 120 هيلبسك لغايه 120. تمام، بصوا الابيض بقى، بصوا الابيض ده مقاس واحد. الابيض يا جماعه بينور في اي مكان، خطير 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 خطير. شايفين التفاصيل؟ ضربت لي البيج والفاكهه النبيتي وبقيت قطعه ابيض، بجد قطعه محترمه جدا وشياكه في اللبس، جميله قوي بسم الله ما شاء الله. خامه على ضمانتي، انا دايما بقول لكم على البلواني خامته على ضمانتي، تاخدي القطعه وانت مطمنه وانت مغمضه كمان. بصي الموف بقى هنا، تمام، ده على فكره مقاس واحد برده بسم الله ما شاء الله. قلنا مقاس واحد بيلبس لغايه 90 ومقاس اثنين هيلبس لغايه 120، والارقام موجوده قدامك على الشاشه للتواصل مع البلواني. عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، وده اللون المسترده داخل فيه البيج والمسترده والكحلي، ثلاث درجات تطريز، او البيج والاصفر والكحلي. تمام، عايزه اقول بقى ان الموديل ده ما شاء الله كل الوانه حلوه، يعني المنت بتاعه برده شياكه قوي. شايفين عامل ازاي؟ درجه المنت هنا في التطريز مع البيج مع الابيض بسم الله ما شاء الله خطيره. تمام، بسم الله ما شاء الله حلو قوي. عايزين نقول اكبر تلبيس بيلبس لغايه 120. لون الكشمير، عايزه اقول لكم بقى ما ننساش ان احنا في العبايات الشحن من اول 4 قطع، لكن في كل شغل الكاردي الشحن من اول قطعه. تمام، معاكي بقى الفسكوز اللي احنا شفناه في الاول ب 350، ومعانا كمان احنا ما قلناش سعره. ده 280. تمام، الفسكوز دي معمول عليها عرض يا جماعه 280، عايزه اقول لكم حلوه جدا. شايفين الشغل والتفاصيل؟ خامه قطن معاكي، غسيل ولبس، تتشال من السنه للسنه ما تخافيش عليها، كانك ايه يعني مطمنه عليها، هي خامتها حلوه قوي، غسيل ولبس. طيب بص بقى الموديل ده قمر قوي، اسمه ايه؟ ده دليله. دليله ولا دليله؟ دليله. دليله، دلعيكوا على الاخره، دليله يا جماعه. بصوا بقى شايفين الشغل ده، الورد ده شايفين عامل ازاي؟ دي فتله كوافير وداخل معاها فتله بيج، شايفين التفاصيل؟ قطع حلوه قوي، ودايما تحت هنا في شغل في قلب القطعه. عايزه اقول لك كمان ان احنا معانا هنا في الكم استماعه، معانا هنا في الكم اول الكم في شغل من نفس الشغل اللي موجود في الصدر، والكم فانوس نازل على كالوش وباقي الكم ساده. دي في اللبس عامله زي ما تكون دريس. عايزه اقول لك كمان ان انت من الظهر هنشوفها دلوقتي، الظهر بتاعها في شغل من الجناب تحت، الشغل اللي موجود في الجناب ده موجود معاكي في الظهر كمان. استماعه. بصي ده كده ظهر القطع، يعني الكتف فوق باين عليه تطريز، وطرف القطع من تحت باين عليها تطريز. بقول لك هنروشهم، يعني هتبقي ماشيه كده قدامهم مش عارفين يبصوا على العبايه من قدام ولا يشوفوها من ورا. حلوه في كل الاحوال. الموديل ده من غير حزام مش كده؟ بصوا معانا منه الزهري كمان، هنا الزهري تطريزه في القفيه، درجتين للقفيه زي ما احنا متفقين في اللون اللي فات. عايزه اقول لكم حلو قوي، قلنا مقاس واحد هيلبس لغايه 90 ومقاس اثنين هيلبس لغايه 120. معانا كمان اللون الكشمير، درجة الكافيه مع الكشمير حلوة على فكرة ما شاء الله. ده مقاس اتنين، تمام، مقاس اتنين هيلبس معاكي لغاية 120 مستريح، حلوة قوي. مستردة
منور. الالوان دي على فكره بتغير المود قوي. بص المستر ده عامل ازاي، جميل جدا، جميل جميل جميل. تحسيها في نفسها دريس، لو وديتيها لحد ظبطها عليكي وخرجتي بيها يعني بقت مظبوطه زي الدريس، لان هي من غير حزام خلاص انت لبستي دريس وخرجتي، مع اختلاف الالوان طبعا، لان في الوان بتبقى حلوه قوي في الخروج والوان تحسيها بيتوتيه شويه. تمام، احنا كده معانا منها الموف، ومعانا بقى المنت القمر، الشياكه، العظمه، الدلع، الروقان، الوقور، يعني كل الكلام الحلو يتقال عليه. شايفه تحفه ما شاء الله. اخر لون فيها بقى اللون النبيتي، طبعا لا خلاف على النبيتي زي ما احنا عارفين، يعني ناس كتير بتعشق اللون النبيتي. بصوا عامل ازاي، خطيره. دي برده معانا 280 صح كده يا عم؟ تمام، دي كده معانا 280 والشحن من اول اربع قطع. نيجي بقى للموديل اللي عليا. بصوا بقى ده تحسيه كده مفتوح من هنا وليه طب، هو كله قطعه واحده تحسيها كده بسبعه وليها طب، والتطريز جاي من هنا، والموديل كمان بحزام وجاي معاكي على كالوش تحت زي ما احنا شايفين. الكم بتاعها كم فانوس بخياطه من هنا ونازل على كالوش، وطرف الكم هنا او النص التاني من الكم في تطريز. طيب انا معايا منها اللون المستردة، معانا ايه منها تاني؟ معانا الكشمير. معانا الكشمير، بصي الحزام اهو هتلميه عامل زي الدريس عليكي. الكشمير مع القفي تحفه، الكم كمان زي ما احنا شايفين كده حاجه عظمه. التلبيس بتاعه شياكه، سيبك من عليا انت هتلبسيه هيبقى احلى واحلى صراحه، يعني حاجه لما تلبسيها اكتر في اللبس تبقى احلى. عايز اقول لك اللون المنت فيها برده يعني بصراحه خطير، الموديل ده عاجبني قوي، حلو قوي في تلبيسه وشياكه، لما بيتظبط على الجسم بيبقى فعلا خطير. احنا قلنا اسمي زمزم. تمام، ده كده موديل زمزم، الموف بتاعه برده حلو قوي، مقاس واحد هيلبس لغايه 90 واثنين هيلبس لغايه 120، والارقام قدامك على الشاشه للتواصل مع الملاواني. قلنا عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، والشحن في العبايات من اول اربع قطع سواء في الفسكوز او في القطن الابيض يا جماعه، عارفين تحسوا ان الكلام تاح كده لما تشوفيه، خطير بيدخل القلب من اول نظره. النبيتي برده فيها جميل جدا، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. وده كان اخر لون فيها واخر موديل معانا النهارده. الفيديو بصراحة كان حلو قوي بسم الله ما شاء الله، كله تشكيل، خدنا شغل فسكوز، اخدنا شغل عبايات قطن، اخدنا شغل الكاردي مفتوح ومقفول، فكانت تشكيلته بجد ممتازة. بجد الفيديو كان مميز، وانبسطت جدا انا كنت معاكم النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.